أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فضاء حر، والذي نخصصه للحديث عن أداء الحكومة في عدن وتعثر الملف الأمني. كثير من الأحداث التي تدور في عدن تؤكد أن الأوضاع لا تسير بشكل جيد في العاصمة السياسية المؤقتة. تحديات مركبة تعترض جهود تطبيع الأوضاع في المدينة ومعها المدن والمحافظات الجنوبية المجاورة. دفعت عدن ثمنا كبيرا لصمودها في وجه الميليشيا التي قوضت الحياة في هذه المدينة المسالمة، والتي لا تزال تواجه ذات التحدي الوجودي في ظل تغلغل أدوات المخلوع صالح وحلفائه في مؤسسات الدولة بعدن، وخاصة الأجهزة الأمنية أو ما يسمى بالدولة العميقة. ومع ذلك تظل كثير من علامات الاستفهام تتجه أيضا نحو الحكومة وأدائها الذي يبدو قاصرا حتى الآن في احتواء الأحداث، وبعضها يتجه نحو التحالف العربي الذي يعتبر الملف الأمني في عهدته. إذن لماذا يواجه مشروع الدولة بكل هذه التحديات؟ ومن يعبث بأمن العاصمة عدن ويوزع الاغتيالات والتفجيرات فيها كل يوم؟ وما دور الحكومة والتحالف والمجتمع المدني في تعزيز قيمة الدولة في عدن؟ وما هي آفاق الحلول المستقبلية للوضع في عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محل نقاشنا لهذه الليلة من فضاء حر مع ضيوفنا من عدن عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي ياسر اليافعي، ومن موسكو عبر سكايب المحلل السياسي الدكتور عبد الباري باكر، كما سينضم إلينا لاحقا الشيخ هاني اليزيدي مدير مديرية البريقة، وأيضا العميد محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش. أرحب بكم ضيوفي الكرام، وكالعادة سؤال مشترك لضيفي الكريمين الصحفي ياسر اليافعي والدكتور عبد الباري باكر، وأرجو أن تكون إجابة مختصرة. والبداية معك سيد اليافعي، لماذا لم يستقر الوضع الأمني في عدن حتى الآن؟ أهلا وسهلا ومساء الخير، وطبعا نبارك بالبداية الانتصارات التي حققتها المقاومة في تعز، ونتمنى أن ما حصل في عدن ألا يتكرر في تعز، وتحديدا دمج المقاومة والسرعة في ذلك. لا أسمعك، عفوا أستاذ ياسر، نتحدث عن الملف الأمني، هناك مشكلة في الصوت، أنا لا أسمعك الآن. لما نتحدث عن الملف الأمني في عدن نتحدث عن تراكمات كبيرة وطويلة استمرت أكثر من 20 عاما. نعلم جميعا أن الملف الأمني كان بيد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، سواء كان ذلك الأمن المركزي أو القوات الخاصة أو الأمن القومي أو الأمن السياسي. كل هذه الأجهزة الأمنية اختفت عند دخول ميليشيات الحوثي وصالح إلى عدن، أو قاتلت هذا الطرف، قاتلت مع هذا الطرف ضد أبناء عدن. بعد الحرب أو خلال الحرب ظهرت المقاومة، ونعلم أن كل حرب تخلف تركات ثقيلة، جماعات مسلحة تظهر، عصابات مسلحة تظهر، هذه الأمور تراكمت. للأسف كان من أهم الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة وقوات شرعية في عدن عدم سرعة دمج المقاومة. كانت في أطراف في عدن ترفض دمج المقاومة، نعم، ولا أسباب عدم دمج. إذن هل تعتبر عدم دمج المقاومة هو سبب؟ نحن كإعلاميين أو حتى كمواطنين، دمج المقاومة يجب أن يكون أولوية. نعم. تم التراخي في هذا الموضوع، تم ترك مساحة كبيرة للجماعات المسلحة أن تنشأ. لا نقول فقط جماعات مسلحة، حتى جماعات مصالح. بعض الجماعات بعد الحرب حصلت على أماكن دخل كبيرة، يعني جبايات من بعض الأماكن، والآن ترفض الخروج طيب منها لأنها طيب ستخسر مصالحها. سأكتفي بهذا، نعم، يتطلب إلى جدية. سأكتفي بهذا القدر أستاذ ياسر. وأنت تحدثت الآن بدرجة رئيسية عن عدم دمج المقاومة في وحدة الجيش، السؤال ذاته للدكتور عبد الباري باكر. حقيقة هي تراكمات ليست ممتدة من عهد علي عبد الله صالح، إنما تراكمات ممتدة منذ الاستعمار البريطاني أو ما بعد الاستقلال. هي تراكمات متتابعة متتالية منذ التجريف الأولي الذي حصل للإرث البريطاني في المنظومة الإدارية والمنظومة الأمرية، عندما جرفها الرفاق ولم يحافظوا على ذلك الإرث الإداري والأمني الحقيقي. بعد ذلك أتى التجريف من منظومة علي عبد الله صالح، وبعد اجتياح الغزاة الانقلابيين لعدن وللجنوب ولكافة مناطق اليمن استمر هذا التجريف بطريقة ممنهجة، وسرحت جميع القوات الأمنية. للأسف الشديد هناك عجز واضح وجلي للجميع من الحكومة الشرعية بأنها لم تبادر. إذن عجز دكتور عبد الباري، سوف أكتفي بهذه العبارة، ربما هي العبارة الذهبية التي طرحتها، عجز الحكومة عن أداء دورها. أشكركما ضيفي الكريمين، وهذه الإجابات سوف نبني عليها نقاشنا لهذه الحلقة، لكن بعد أن نذهب إلى هذه المادة الرصدية للوضع الأمني في عدن منذ تحريرها من الميليشيات في يوليو 2015، نتابع المادة ثم نعود للنقاش. We'll be right back.
عودة إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، وعودة إليك السيد اليافعي. بعد استعراض هذه المادة التي أظهرت وضعا أمنيا منفلتا في عدن، ما الذي يحدث في عدن بالضبط؟ كيف يمكن أن تصف الوضع الأمني في عدن الآن؟ نعم، هل سمعت سؤالي أستاذ ياسر؟ أستاذ ياسر اليافعي، طيب أتحول إلى الدكتور عبد الباري باكر من موسكو إلى أن تحل مشكلة الأقمار الصناعية مع عدن. نعم، إذا الأستاذ ياسر معنا الآن، تفضل. نتحدث مثل ما ذكروا الأخ، مثل ما ذكر الأخ الكريم، أنه هناك إرث ثقيل، الإرث زاد تعقيد وبعد زاد التعقيد بعد الحرب. نعلم أن الحرب قضت على كل الأجهزة الأمنية، عمل بناء الأجهزة الأمنية نتحدث عن منظومة متكاملة. نعم، تفضل. نتحدث عن منظومة متكاملة. نعم، واصل أستاذ ياسر، اسمع جيدا. نعم، إلى أن تحل هذه المشكلة من المصدر في عدن، أتحول إليك دكتور عبد الباري باكر من موسكو. كيف تقيم أداء حضور الدولة ومؤسسة الدولة في عدن؟ مؤسسات الدولة لا زالت في طور الإنشاء، لأن الذي حصل هو تجريف حقيقي لكل مؤسسات الدولة وإلغاء وسحب، خاصة في المجال الأمني، تم سحب كل الأجهزة الأمنية القائمة. لذلك لما عندما تحررت عدن أصبحت مدينة مفتوحة، مدينة من غير أمن، من غير، ليست مؤمنة كمؤسسات، إنما مؤمنة كأفراد وك لجان شعبية، وهذه اللجان الشعبية لا تستطيع أن تحل محل الأمن ولا تستطيع أن تقوم بالدور الأمني المطلوب الموكل إليها. إنما الذي حصل هناك، الخلل الحقيقي الذي صار من جانب الحكومة، هي أنها لم تدعو الذين سرحوا، وكانت هذه مظلومية أبناء الجنوب جميعا، بأن أكبر مظلومية الجنوب أن الذين سرحوا وأقصاهم علي عبد الله صالح بإبان حرب 94 من الضباط الأمنيين والعسكريين والمدنيين سرحوا. لماذا لم يتم استدعاء الضباط أو القادة الأمنيين لكي يستفاد من خبراتهم وإدارة مدينة عدن؟ نعم، ولكن الآن لكن الآن هناك حديث أيضا بأنه تم تكليف قيادات من الحراك الجنوبي يعني كتنفيذيين في المحافظة وفي أمن المحافظة. ما الذي تغير في الواقع؟ نحن نتحدث عن رجال دولة، لا نتحدث عن فصائل سياسية. نحن نتحدث عن رجال دولة مارسوا مهام الدولة في فترة زمنية سابقة، هؤلاء الذين أقصوا ما بعد حرب 94 كضباط أمنيين وعسكريين. لماذا لم يتم دعوة هؤلاء الناس لتسليمهم الملف الأمني وإدارة الملف الأمني؟ أو من باب أولى، إن لم يديروا الملف الأمني فليكونوا هم مشرفين على الملف الأمني أو مستشارين على الملف الأمني. لأن إذا رأينا الحاصل الآن بأن الذين في الأمن أو الذين انخرطوا في الأمن، تحرير عدن أشهر بسيطة، لا يستطيع هؤلاء الشباب الذين دخلوا في اللجان الشعبية والتحرير بأن يتدربوا، أن يكونوا على كفاءة عالية حتى ينخرطوا في المؤسسات الأمنية. هم بحاجة لخبرات قديمة، هم بحاجة لخبرات كبيرة، وهذه الخبرات الأصل الاستفادة منها. لكن أننا نسلم شباب لا زال في طور الإنشاء، في طور التكوين، نقول له تولى مسؤولية الأمن في عدن، تكون النتيجة كما نراها الآن وكما هو حاصل الآن. طيب، هذه النتيجة طبيعية. نعم دكتور عبد الباري، دعني أنقل هذا التساؤل إلى السيد اليافعي من عدن. يعني دكتور عبد الباري يتساءل لماذا لم يتم الاستفادة من القيادة العسكرية التي تم تسريحها في 94، وهم من الرجالات الدولة والقيادة العسكرية الكبيرة، لماذا لم يتم تسليمهم الملف الأمني في عدن؟ بالبداية أعتذر عن الخلل الفني السابق، الآن الصوت تمام. بالنسبة لما نتحدث عن متقاعدين عن كفاءات، نعود إلى العام 2007 وما فوق، نلاحظ أنه هناك عملية تصفية ومنهجية لكل الكوادر، أدت إلى تقريبا اغتيال أكثر من 250 إلى 300 كادر في مختلف المجالات، وخاصة ولا سيما العسكرية والأمنية. هذا أوجد فراغ أمني كبير في عدن ولاحق وأبين هذه المحافظات.
الآن يتم إعادة بناء أجهزة الأمن سواء كانت الاستخبارات أو الأجهزة الأمنية الأخرى، لكن هناك عديد من الصعوبات والعوامل التي خلفتها الحرب. أمر مهم جدا أن الحرب خلفت تراكمات كبرى، نعلم أن الموضوع الاقتصادي ذو أهمية كبرى، معظم الموظفين الآن بدون رواتب سواء كانوا أمنيين أو غيرهم، كذلك أولاد الموظفين سواء في الأمن أو كذا بدون رواتب أو حتى لم يحصلوا على وظيفة. طيب. ثالث حاجة القطاع السياحي أو المولات والمجمعات كلها أغلقت، هذا خلف شباب الآن يتم استقطابهم من قبل جماعات أخرى ويتم التغرير بهم لتنفيذ عمليات أو تكوين جماعات مسلحة تواجه الدولة أو تواجه بروز قوات الأمن. تتبع من هذه الجماعات؟ في باقي المديريات. نعم، تتبع من هذه الجماعات؟ يتم استقطابهم، استقطاب الشباب من قبل من؟ هذه الجماعات مختلفة، هذه الجماعات مختلفة، في جماعات تتبع المخلوع صالح، وكما سمعنا وعلمنا من بموجب من مسكوهم في الفترة الأخيرة وتم اعتقالهم الذين نفذوا محاولة عملية اغتيال الشيخ العدني، أعلنوا أنهم يعني بتوجيهات من المخلوع صالح والمغربين منه ينفذون عملية الاغتيال. ولو تلاحظوا بعد ما تم القبض عليهم قبل 10 أيام إلى الآن يعني انخفضت عمليات الاغتيال ما يعادل 90% بعد القبض على هذه العصابة، بالإضافة إلى جماعات أخرى تحركها المصالح مثل ما ذكرت. هناك من سطع على مجمعات تجارية ومن سطع على مؤسسات تدر دخلها لا يريد أن يسلمها بحجة أنا مقاومة وأنا أولى بالوظيفة، وهذا عمل أشكال كبير للجهات الأمنية في عدن. هل تواجه هؤلاء وبالتالي حرب أهلية أو تسكت عليهم أو تمشي الأمور؟ الآن إذا أنت تتحدث عن أن السكوت هو الحل الآن من تراكمات. نعم، هل السكوت هو الحل إذن برأيك؟ لا، السكوت ليس حلا، ولكن الحوار لا، السكوت ليس حلا، ولكن الحوار مع هذه الجماعات ومحاولة استقطاب المقاومة. السلطات لم تبذل أي جهود حقيقية لاستيعاب المقاومة. أعطيك مثال، مطار عدن الدولي. نعم. تم إقناع المقاومة أنهم يسلموا المطار مقابل تجنيدهم وتأهيلهم، سلموا ولكن لم يتم تأهيلهم ولا. نعم. تجنيدهم، وعادوا لاختلاق المشاكل من جديد. السلطات لم توفي بالتزاماتها معهم. نعم، لماذا لم يتم التعامل معهم بهذا الشكل؟ لماذا لم يتم صرف مستحقاتهم؟ هنا السؤال، المواطن في عدن يسأل لماذا إلى الآن لم تدمج المقاومة بشكل جدي؟ عدن لا تحتاج إلى الكثير، عدن تحتاج إلى 3000 عسكري ممكن يأمنوا كل عدن مع محيطة، لكن إلى الآن لم نجد مبادرات حقيقية لإرسال أمن في عدن، ولا نعلم ما هي الأسباب. قد يكون تخاذل المواطنين جزء من هذا المشكلة، وأيضا الجزء الأكبر يتحمله تخاذل القوات الشرعية وتحديدا الرئيس هادي ونائبه الموجود حاليا في عدن. نعم دكتور عبد الباري، إذا يعني أنت برأيك وأنت تسمع هذا الطرح، يعني برأيك من هو المتسبب أو المتخاذل في والمتسبب في بقاء الوضع الأمني في عدن بهذا الشكل؟ يعني هل هناك فعلا جدية في تعامل الحكومة وقوات التحالف مع الملف الأمني في عدن، أم أنها فعلا غير قادرة على إدارة الملف؟ هناك في خلل واضح وجلي للعيان، والذي ولا نستطيع أن مثل ما يقول المثل الشعبي أن نغطي عين الشمس بغربال. يعني هناك خلل في الأداء الحكومي، في الأداء الإداري، في الأداء الأمني. بالتالي الذي يتحمل هذه المسؤولية أولا هو الحكومة الشرعية. هذه الحكومة لا نجد لها أي حراك حقيقي في هذا الجانب، في جانب سد الثغرات الأمنية وسد الفجوات. هناك اختلالات أمنية واضحة للأسف الشديد أنها تتكرر، هذه الاختلالات من نفس المنفذ، من نفس الفجوة، من نفس الفتحة، ومع ذلك لا يعالجون هذه الفتحات. يبدو أن هنالك لهم اهتمامات أخرى غير الاهتمامات الوطنية أو الاهتمامات الشعبية. ربما تكون هناك كثير مع الأسف الشديد ممن هم ينخرطون حول هذه الحكومة، مصالحهم الذاتية ومصالحهم الشخصية هي مقدمة. وإلا مثل ما ذكر الأخ ياسر، أقل من 3000 عسكري يستطيع أن يحموا عدن من وإلى، فلماذا لا يمكن هؤلاء الناس؟ لماذا لا تعطى عدن التمكين الحقيقي والكامل؟ هناك تساؤلات كبيرة تطرح. هناك من يحاول أن يثير النعرات المناطقية ما بين أبناء المناطق ذاتها. هناك من يحاول أن يجند الناس للإرهاب. هناك خلايا تعمل نشطة، خلايا عفاشية، خلايا إرهابية، خلايا داعشية، هناك خلايا همجية كذلك، هناك خلايا مصلحية. تتقاطع هذه الخلايا مع بعضها، تتقاطع مصالحها وتدافع عن بعضها بعضا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى تبقى الأمور في حالة الفوضى المستمرة، وفي حالة لأن هذه الميكروبات وهذه الطفيليات لا تنمو إلا في حالة لمصلحة من استمرار الفوضى في عدن؟
لمصلحة أولا لمصلحة الانقلاب بالدرجة الأولى، ثم لمصلحة من الذين يخلقون هذه الفوضى. طبعا الحكومة ليست مستفيدة من هذه الفوضى، هي متضررة، ولكن هنالك أطراف قد تكون منضوية تحت ظل الشرعية هي مستفيدة من هذه الفوضى. إذا ما طرح هذا السؤال على عدد ليس بالقليل ممن هم منخرطون في 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 في, في ظل الشرعية، إذا قيل لهم سننتصر وستحسم الحرب وستنتهي الحرب، أنا أعتقد وفي اعتقادي الشخصي وأعرف أشخاص أنهم سيقاتلوا وسيحاربوا كي لا توقف الحرب وكي لا تنتصر الشرعية. لذلك هم يعيشون وهم يرتعون من نعيم الشرعية الذي هم عايشين. من تقصد بهؤلاء الأفراد؟ أنا لا أقصد أسماء محددة، ولكن هناك كيانات موجودة حقيقية على الساحة وهي معروفة بأسمائها وبشخوصها. نعم، من هي؟ اذكرها، سميها. أنت تتحدث الآن عن كيانات وعن أفراد مستفيدون من استمرار الحرب والفوضى. المسألة ليست تسمية، جميع اليمنيين يعرفون من الذين يستفيدون، جميع الناس يعرفون من الذين لا يريدون أن يستقر الوضع، الذين هم قاعدون مرتاحون والناس تقتل والناس تموت والناس تحاصر وتقتل وتغتال كل يوم وهم لا يلتفتوا. كل مقصر في أداء مهامه، كل مقصرا في عمله، هو مسؤول عن كل الدماء التي تجري في البلد. نعم. كل طيب، سوف نستكمل هذه الفكرة. دكتور عبد الباري انضم إلينا الآن عبر الهاتف من عدن، أيضا الأستاذ هاني اليزيدي مدير مديرية البريقة. مرحبا بك أستاذ هاني. حياكم الله. حياك الله أستاذ هاني. يعني بحكم أنك قيادي سابق في المقاومة، هناك كثير من المشاكل وكثير من اللغط حول وضع المقاومة الآن، وأن هناك كثير من الإشكاليات بسبب عدم استيعاب المقاومة في الوحدات الجيش أو حتى تدريبها وعدم دفع مرتباتها. يعني كيف يمكن أن تصف لنا وضع المقاومة الآن، ولماذا لا يتم حل المشكلة، حل هذا الملف؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا الوضع في عدن، الخروج من هذه الفوضى إلى وضع الدولة، نعم، يحتاج إلى يعني جهد كبير، لا سيما أننا في عدن يراد الوضع أن يعود إلى يعني مجتمع مدني لا يقوم على الانتماء القبلي. ومعروف أن عدن بالصورة السابقة هي مدينة متخالطة ببعضها، لا يقسمهم القيادة القبلي، ولا يعني بعض الصفات التي كانت موجودة في غيرها من مناطق اليمن. العودة إلى هذا النموذج الكامل، العودة إلى هذا الشكل الكلي، ليس بالأمر الهين. هناك ستكون عقبات كبيرة، لا سيما الخروج من وضع حرب، وهناك أيدي تريد افشال هذا النموذج. ولا شك ان اي نموذج مثالي سيجد عقبات كثيره. هنا النقاش حول المخرج للوصول الى تامين العدل. ما هي هذه العقبات استاذ هاني؟ طبعا من اهم العقبات، اولا ان الدوله غابت بالكليه في عدن. لم تكن الغياب فقط وقت الحرب التي يعني حصارت، انما كان الغياب من قبل، من بعد 2011. هناك الشرط كانت لا تقوم بدورها، كانت المعسكرات والامن المركزي هو الذي يقوم بالامن. الجانب يعني الفساد المنتشر في اداره المديريات وفي المحافظه الذي صعب كل النواحي في المجتمع. الآن نحن نريد أن نخرج من ذلك الواقع إلى واقع يعني في مبادئ المقاومة، أهداف المقاومة. نعم، ولكن منذ تحرير نعم أستاذ هاني عفوا المقاطعة، لكن منذ تحرير المدينة منذ قرابة 8 أشهر حتى الآن لم يتم حل هذه المشاكل، ولا توجد لديكم رؤية واضحة لحلها، وأنت تتحدث عن مشاكل منذ 2011 ومشاكل قديمة. يعني ألم تكن لديكم رؤية واضحة لحل هذا الملف بعد التحرير؟ لا شك انه بدا ترتيب وضع الدوله من جديد بعد تحرير عدن. نعم. وهناك ينبغي التعاون من الجميع، من سواء يعني الذين هم يتحملوا المسؤوليه، المحافظ ومدير الامن او حتى الوزراء وكل مسؤول في الدوله. اليوم الوضع وشكل الدوله في اليمن كله قائم على نموذج في محافظه عدن بشكل اكبر. نعم. هي المدينه التي اذا
استطعنا ان نعطي صوره الدوله، اعطت صوره لليمن باكمله. هناك يعني المشكله والمصيبه ان هناك من المنتمين للشرعيه من غير عدن ومن غير الجنوب من يعني يفرح او قد يسعد باي فشل يحدث. وسمعنا قبل فتره ما كان يصرح فيه البوكالي من انتقاد ابناء الجنوب والطعن فيهم، وصفهم بابشع الصور في قناه يعني رسميه. هذا كله يبين ان هناك ايدي كثيره. عن من تتحدث تحديدا استاذ هاني؟ هل يمكن ان تكون اكثر وضوحا في متعلق بهذه النقطه؟ استاذ علي عايل بوكالي في مقابله في قناه اليمنيه كان قد تكلم بكلام سيء جدا على شعب الجنوب ويصفهم باوصاف سيئه. طيب يا استاذ هاني، دعك من هذه التصريحات، هذه التصريحات تعبر عن اشخاصها ولا تغير يعني في الواقع شيء، اذا ما كانت هناك لديكم رؤيه واضحه وخطط واضحه بالنسبه لما يتعلق باحلال الدوله في عدن، يعني ما الذي يمكن ان يحدثه تصريحات هنا او هناك؟ لابد ان نتعاون جميعا في عدن وفي مناطق الجنوب وفي مناطق الشمال، كلنا نساعد عدن ونساعد المحافظ ونساعد مدير الامن لاستكمال الامن. لابد ان يعلم اننا في عدن عندنا يعني فقط انا عندي في مديريه البريقه 40,000 اسره، 40,000 من النازحين من ابناء عدن ومن المناطق الشماليه الذين نزحوا. يعني نحن نعاني، هناك صارت عدن حاضنه للجميع. الفشل الذي يصير في عدن اليوم لا يتحملوا فقط يعني هل تتحدث عن ان الشماليين الموجودين الان في عدن هم سبب المشاكل في المدينه؟ ليس يعني بنفس النص، انا اقصد انه هناك يعني امور كثيره تتعلق باعطاء الثقه لمدير الامن واعطاء الثقه للمحافظ، لان تكون هناك يعني اعطاء دور امني في كل المجالات النازح. طيب من الذي منعهم استاذ هاني، من الذي منع الحكومه او منع السلطه المحليه في عدن من القيام بذلك؟ قد يكون احيانا الخوف من بعض الذين هم في الجهات الرسميه ان يوصفوا بعمل سياسي معين، ان يكون انه يعني ينتمي الى الانفصال او ينتمي الى الحراك، وهنا يحجم هؤلاء عن الاقدام على مثل هذه التصرفات. والا في الصحيح لابد ان يكون في عدن بعد الحرب وبعد التحرير يكون هناك تمشيط لكل البيوت. لا يبقى بيت الا يمشط ويعرف وضع النازح واين مكانه واين يسكن وما هي وظيفته من قبل، وهذا اجراء امني عادي. لكن هناك يعني عده اسباب تجعل البعض يحجم ولا يقدم على هذه المشاريع الامنيه، خوفا من ما نسمعه من بعض اخواننا من اتهام او تشويه غيره. طيب يعني استاذ هاني للاسف يعني لم اجد اجابه واضحه على تساؤلتنا، انت ربما حملت العبء الاكبر على الشماليين الموجودين في عدن، بينما هناك جماعات مسلحه كثيره ربما لا علاقه بالشمال والشماليين فيها. اشكرك جزيل الشكر استاذ هاني اليزيدي مدير مديريه البريقه، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. واتحول من جديد الاستاذ ياسر اليافعي. استاذ ياسر، هناك من يحمل قياده عدن والحراك تحديدا مسؤوليه التعثر، تعثر الوضع الأمني في عدن وأيضا إدارة الدولة بشكل عام، خاصة وأن الآن أكلت كثير من المهام التنفيذية في عدن لقيادات في الحراك، كيف ترد؟ نعم أستاذ ياسر، أستاذ ياسر اليافعي، إذا يبدو أن المشكلة لا زالت قائمة فيما يتعلق بالصوت من المصدر. أتحول بالسؤال إلى الدكتور عبد الباري باكر، كيف تعلق على حديث الشيخ هاني اليزيدي فيما يتعلق بأن أسباب يعني تواجد عدد من الشماليين في الجنوب ومسألة عدن اعتبار عدن منطقة لنزوح عدد كبير من المواطنين واحدة من أبرز المشاكل التي تعاني منها مدينة عدن؟ لا هو يبدو انه صار لبس في فهمك، صار فيه التباس في مساله طرح الشيخ، هو طرح مساله وضحها دكتور عبد الباري، مساله هو الضغط الذي تتعرض له عدن مثلا، انه ذكر 40,000 من ابناء تعز ومناطق شماليه هم في البريقه فقط في منطقه واحده في عدن. ف
فهذا يعني أن هناك ضغط، وليس لأنهم سووا المشكلة، ولكن هذا الضغط يزيد المشكلة إشكالا، يعني ليس لأنهم موجودين ولكن لعدم معالجة مشكلتهم. نعم هذا حسب ما فهمته أنا. طيب أتمنى أن يكون هذا هو ما يقصده، لأنه إذا كان يقصد شيء آخر ربما تكون مشكلة حقيقية. أرجو أن تكون قد حلت المشكلة الفنية مع مكتب عدن. سيد ياسر اليافعي، هل تسمعني؟ نعم. إذن دكتور عبد الباري باكر، يعني الآن الملف الأمني تحديدا وإدارة المحافظة بشكل عام هي تقريبا بيد قيادات في الحراك، ومنذ تولت هذه القيادات ملف المحافظة بشكل عام وإدارة الدولة في المحافظة لم نجد أو لم نلمس تغييرا حقيقيا على الأرض، يعني ما تفسيرك لذلك؟ أولا يجب أن ننتبه أن عدن خرجت من حرب مدمرة، حرب حقيقية. هذه الحرب أنهت جزء كبير جدا من البنية التحتية، وهذه الحرب سببت حالة إنسانية سيئة جدا ومتردية في عدن. الجانب الآخر أن هذه الحرب أنهت قوام القوة العسكرية والقوة الأمنية والمؤسساتية في عدن، وهذه أمور خطيرة تركت الأمر في حالة الفوضى السائدة. قضية تحميل السلطات المحلية المسؤولية الكاملة فيه نوع من التجني، ولكن هم يتحملون جزء من المسؤولية بدون شك أنهم يتحملون جزء من المسؤولية نظرا لعدم المكاشفة أو عدم الشفافية. وهذه معضلة عربية حقيقية، ليست معضلة يمنية وليست معضلة عدنية فقط يعني، ولكننا نعاني منها في اليمن بشكل أكبر جدا يعني. هناك مشكلة في الشفافية، هناك مشكلة بعدم مصارحة الناس، بعدم البوح للناس. ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ لماذا لا يوضع الناس في الصورة الكاملة عن الأحداث، عن الأمور التي تحصل، عن التحقيقات التي تصير، حتى تكون الناس مطمئنة، وحتى يكون هناك مصداقية، وحتى أولئك الذين يعبثون بالأمن وهم من وسط الشرعية ومن وسط السلطة يدركون بأنهم مفضوحون وأنهم مكشوفون. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا ما رأينا قيادات الحراك هي لا تتولى السلطة في عدن بشكل مطلق، إذا ما رأينا مدراء العموم في عدن في الغالب أكثر من 90% من مدراء العموم لا زالوا يتبعون لعلي عبد الله صالح. نعم هم من أبناء الجنوب ولكنهم محسوبون على علي عبد الله صالح، وهم هذه التي كانت تسمى سابقا المجالس المحلية التي لم تستطع الثورة أن تحلها، وكنا نتمنى أن تأتي الشرعية ما بعد الحرب وأن تحل هذه المجالس المحلية وتحل بمقامها أو بمكانها رجال المقاومة الذين قاتلوا هذا العدوان، ولكن للأسف الشديد لا زالت هذه المجالس المحلية بإداراتها بمدراء عمومها 63 مدير عام في عدن، تقريبا منهم 58 مدير عام ينتمون للمؤتمر الشعبي العام جناح علي عبد الله صالح. طيب دعني أنتقل بهذه المعلومات التي أوردتها وهذا الرأي للأستاذ ياسر اليافعي من جديد. يعني علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام يعني والأدوات العسكرية والأمنية له في عدن هي واحدة من أبرز الأسباب التي يذكرها كثير من المتابعين المحليين للمشهد يعني في عدن. ألا يوجد حل لهذه المشكلة وهي واضحة بالنسبة للجميع؟ وهل هي فعلا حقيقية وبهذا الحجم أم أنه تضخيم وهروب من المسؤولية كما يرى البعض؟ لا طبعا الموضوع حقيقي. يد علي عبد الله صالح ما زالت نافذة في الجنوب. تحدث الأخ عن تقريبا معظم مدراء الإدارات أو مديري عموم بعض مديري عموم المديريات ما زالوا يتبعون المخلوع علي عبد الله صالح، ما زال بعض الضباط حتى ونظروا ولاهم للشرعية يتبعون المخلوع علي عبد الله صالح. هناك ترك ثقيل، دولة عميقة ما زالت في عدن، هناك ارتباط بين بعض الجماعات المسلحة ونظام علي عبد الله صالح، كل هذا أدى إلى تراكمات عديدة. لأن بالسؤال الأول الذي لم أستطع الإجابة عليه، قيادة الحراك الذين جاءوا المحافظة جاءوا كمنقذين بعد أن عجزت الشرعية عن إيجاد بديل بعد اغتيال الشهيد جعفر. أحضروا عيدروس وشلال بحكم شعبيتهم، بحكم يملكون إمكانيات، ونجحوا في تأمين 4 مديريات خلال فترة قصيرة. نتحدث عن التوايخ والمكسر المعلّة، هذه أصبحت الآن آمنة. سعاد المطار، سعاد الميناء، الآن نعاني من مشكلة في المنصورة، وأعتقد الآن يتم التباحث الوضع حل هذه المشكلة. لا نحملهم أكثر من طاقتهم. الوضع في عدن الوضع مرتبط بما يحصل في بعض المحافظات الأخرى. ما زال على الذراع يد علي عبد الله صالح في لحق تحديدا وفي عدن كبيرة، يستطيع أن يحرك الجماعات المسلحة يعبثوا بأمن عدن. هو أعطاهم مجال خلال فترة حكمه بالأراضي، بالفساد، بصفقات كبرى، حتى أصبحوا يخضعون له ولائهم المطلق له قبل أن يكون لله والوطن. نعم، ما الحل إذن أمام هذه الأدوات المتمثلة بالدولة العميقة والمنتمية ولاءها طبعا للمخلوع صالح؟
الحل بناء الدولة، نعلم بناء الدولة من الصفر ونحن كما نعيش الآن لا توجد دولة في عدن، يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى قد، يحتاج إلى ميزانية. نعلم أن عدن الآن عام كامل لم تستلم ميزانية تشغيلية من صنعاء، معظم الموظفين بلا رواتب، كل هذا الوضع يعني أوجد بيئة صعب التعامل معها. أنت تروح للذين يمسكون مواقع يقول لك أعطني راتب وأنا بسلمه، طيب الدولة لم تستطع يوفر راتب، يقول لك أنا قاتلت حتى سيطرت على هذا المكان، وفر لي راتب وأنا خلاص بتركه، الدولة ما تستطيع توفر، يقولوا ما عندنا إمكانيات. مشكلة يعني معضلة يواجهها الآن قيادات السلطة المحلية وتحديدا عيدروس وشلال، مشكلة يعني مسؤولية صعبة، لكن إذا وجدت الجدية والنية الحقيقة من قبل الشرعية، نحن نحمل المسؤولية الشرعية بشكل أساسي. لو كانت تريد كانت أنشأت أو أعادت تفعيل جهاز الأمن المركزي، وما زال العميد جواس قائد الأمن المركزي، يعطى له 3000 من قيادات من المقاومة وقيادات المقاومة، بالإضافة إلى الأخوة السلفيين، يتم تمكينهم من حماية محيط عدن، وكان احتلت المشكلة من جذورها. نحن المنصور ألا يوجد عمالي من التحالف في هذا الجانب؟ جندي التحالف يدعم الشرعية، ونحن يقول لا نتعامل إلا مع الشرعية. التحالف جنب قيادات المقاومة الحقيقية وتعامل مع الشرعية، ومعظم أو أكثر قيادات شرعية ما زالت توالي علي محسن أو علي عبد الله صالح، وهنا كانت المشكلة الكبرى. نعم، كنت أسألك عن الدعم المالي لقوة التحالف فيما يتعلق بالأمن في عدن. الدعم بعد الحرب كانت الأوضاع في عدن صعبة للغاية، ونتكلم عن دعم ضخ بالملايين لإعادة الخدمات كالكهرباء والماء، ولكن ما زالت أيادي الفساد تعبث فيه وغيرها من القطاعات كالتعليم وغيره. الأمن نعلم أن هناك تم دعم الأجهزة الأمنية كان في بداية الأمر، وأنا بكون شفاف وصريح. نعم. هناك يقولوا الأخوة في الإمارات نحن لمن نعطي السيارات، لمن نعطي الدوريات، هل نعطيها لناس لا نعرف من يتبعون؟ هنا كان الإشكال، فتم تأهيل عدد كبير منهم، الآن يتم تجهيزهم. نحن لا نتحدث عن الأمر انتهى خلاص أو عجز أو فشل، لا، هناك تحضيرات واسعة وتحضيرات كبرى وستظهر خلال الأيام وخلال الأشهر القادمة. هناك تجهيزات لم يتم الإفصاء عنها، لكن بحسب المعلومات والمؤشرات ستكون مبشرة للجميع في عدن. نعم أستاذ ياسر الفعي، طبعا هناك حديث عن فساد مالي فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا أدري إلى أي مدى صحته. أتحول الآن إلى الدكتور عبد الباري باكر. يعني تحدث الأستاذ ياسر عن عدم استقلالية الجانب المالي بالنسبة لعدن وانتظار رواتب من صنعاء، مع استمرار هذا الوضع المركز المالي في صنعاء كيف يمكن أن تدير الدولة أمورها في عدن؟ هذا اللغز المحير وهذا اللغز الصعب، هذا كالذي يقول الحب المستحيل أو التحرير الغير مفهوم. يعني كيف أريد أن أحرر وكيف أريد شرعية كاملة متكاملة وأنا أستلم الراتب من الميليشيات الإنقلابية في صنعاء؟ هذه إشكالية عويصة، ولكن أنا أعتقد أن التحالف، نحن عندما نتحدث عن التحالف نتحدث عن التحالف كمنظومة واحدة، كمنظومة متكاملة. التحالف هو يدعم حقيقة، وفي هناك ضخ كبير جدا للأموال وبسخاء منقطع النظير حسب معلوماتي وحسب ما أعرف، ولكن هذه الأموال تذهب للأسف الشديد تذهب بمسارات منحرفة ليست أو مسارات شخصية بمعنى أصح، لا تذهب إلى ذويها وإلى أصحابها وإلى الموازنات التشغيلية للمحافظات والمؤسسات في المناطق المحررة. الإشكالية التي قد تكون من التحالف وهي إشكالية حقيقية، أن التحالف عندما ينفق هذه الأموال لا يحاسب بعد ذلك أين ذهبت هذه الأموال وأين صرفت، فتاركين الحبل على الغارب، ولذلك الجماعة أو عدد لا بأس به من هؤلاء الناس مرتاحين ومبسوطين من هذا الأداء، وهم يرتزقون ويعملون في هذا الإطار، يعني إطار الارتزاق. طيب دكتور عبد الباري، انتقل لك الأستاذ ياسر اليافعي. يعني الحديث كثر والعمليات الإرهابية كثرت في عدن من قبل الجماعات الإرهابية، يعني هل يمكن أن تضعنا في حقيقة هذه الجماعات، طبيعتها، وإلى من تنتمي؟ هل فعلا هناك جماعة داعش في عدن والقاعدة، أم أنها أدوات مدني يعني أمنية واستخباراتية تابعة للمخلوع؟ طبعا الجماعات المسلحة موجودة في عدن، وهي موجودة منذ فترات طويلة. نعلم أن طبيعة هذه الجماعات لما جاءت إلى الجنوب جاءت في حرب 94 واستعان علي عبد الله صالح بالمجاهدين وما كان يسمى المجاهدين العرب وقتها، ومكنهم من محافظة لحج وأبين، وهذه المحافظات الآن التي تعتبر بؤرة لهذه الجماعات. سلم محافظة لحج وأبين لهذه الجماعات عام 94 كمكافأة لهم، مدراء المديريات معظم المديريات سلمها لهذه الجماعات، اشتغلوا خلال فترة طويلة تغاضى عنهم حتى كبروا وصاروا جماعات
القيادات لها مكانتها، وما زال بعض القيادات منهم يدين بالولاء علي عبد الله صالح حتى الآن. نعم. بالإضافة إلى أن مثل ما كما ذكرت سابقا الأوضاع والاقتصاد أصلي الوضع الاقتصادي والظروف الصعبة التي وجدها تمكنت هذه الجماعات من استقطاب أعداد كبيرة، حتى بعض المقاومين بعد أن تخلت الدولة عنهم بعد أن تركوا في الشارع تمكنت هذه الجماعات بغراءات مالية من استقطابهم وبالتالي التغرير بهم وتنفيذ عمليات كما شاهدنا خلال الفترة الماضية. طبعا حل هذه المشكلة لا يقتصر على الجانب الأمني ولكن على الجانب الاقتصادي، الجانب التعليمي، الاهتمام بالشباب والنشأ أعتقد أنه سيكون له دور أكبر. هذا ربما على المدى البعيد، لكن هناك على المدى القريب من نتساءل بأنه والمسألة بسيطة جدا على الصعيد الأمني والعسكري، لماذا لا يتم تقسيم مدينة عدن إلى مربعات أمنية ويتم عمل طوق أمني حولها، خاصة وأنت تتحدث الآن عن أن لحق وأبين تمثلان خطورة يعني ومدد بالنسبة للجماعات الإرهابية، لماذا لم يتم ذلك؟ هل يعني فعلا قوات التحالف غير قادرة على عمل هذا الإجراء الذي يعتبر بسيط بالنسبة لها؟ لا هو ليس بسيط، تعلمين هناك جيش، يعني المفروض يكون عندنا جيش في عدن هو من يقوم بالسيطرة على لحج وبالسيطرة على أبيان كما كان يفعل محمود وزير الدفاع الآن الأسير محمود الصباحي أو غيره، هذا يحتاج إلى إمكانية دولة إمكانية جيش. نعم، هل هو غير قادر؟ طيب الجيش هذا الذي حرر المدينة خلال ساعات، يعني هذا الجيش وهذه القوات التي استطاعت أن تحرر المدينة خلال ساعات أليست قادرة على عمل طوق أمني على مدينة عدن؟ حرر المدينة، من حرر المدينة هم المقاومة بمساعدة من قوات المقاومة والجيش الوطني. نعم، أو دعم من خلال طيب المقاومة، ما كان فيش جيش وطني في عدن، ما فيش، بس كان يروج الإعلام في جيش وطني ونحن كنا نقول لا يوجد جيش وطني، وهذه الحقيقة. الحقيقة بعدين ظهرت أنه لا يوجد جيش وطني، وجدت مقاومة. المقاومة هذه بعضها استمر بالطريق الصحيح، بعضها اتجه طريق آخر كعناد للدولة أو كإغراءات من قبل جماعات مسلحة أو تم استقطابها من قبل قوى أو أجهزة مخابرات أخرى، لذلك حدث الإشكال الآن. لكن لو كان يعطى ميزانية، الآن أنا أكلمك عن عقداء أعرفهم أنا في الجيش الوطني لا يسلمون راتب، يذلوهم الحوثيين يقولوا تعالوا عندنا على صنعاء ونعطيكم رواتب. طيب أين صوتكم أنتم كإعلاميين في عدن؟ لماذا لا يصل هذا الصوت إلى الحكومة؟ نعم، لماذا لا يصل هذا الصوت إلى الحكومة ولقوات التحالف بأنه مع عدم وجود رواتب للقيادة العسكرية والأفراد الذين تم تجنيدهم يعني لن يتم يعني تحقيق قيمة الدولة داخل عدن ولا يمكن استتباب الأمن في المدينة؟ هم يعرفون ذلك، هم على اطلاع وتصلهم المعلومات أول بأول، صرفوا لهم شهرين أعتقد من 1500 ومن 2000 ريال سعودي ثم توقف الصرف. هذا هؤلاء الجنود بعضهم طردوا من بيوتهم، عقداء في الجيش طردوا من بيوتهم ما عندهم قيمة الإيجار، وأنا أعرف الكثير. لماذا منهم. لماذا أستاذ ياسر لماذا تفعل قوات التحالف راتبهم. نعم، لماذا يعني هل لمصلحتها الحكومة وقوات التحالف بقاء الوضع على ما هو عليه؟ قوات التحالف لديها أولويات، كانت لديها أولويات مع أنها قامت بجهود كبيرة وبذلت جهود كبيرة في عدن وما زالت، لكن كانت أولوياتهم تدريب مقاومة وتحرير ما تبقى من محافظة تعز وتأمين جبهة باب المندب، بالإضافة إلى نشر قوات في الميناء في المطار كما شاهدنا، لا نتحدث عن وقت قصير منذ أن بدأ التدريب، بالإضافة إلى قوات أخرى يتم تأهيلها حاليا لتنتشر في بعض الأماكن في عدن وبعض المديريات التي لم ينتشر فيها. الأمر يحتاج إلى جدية من قبل الدولة وإلى أموال تضخ حتى يتم استدعاء الجنود من أبناء المحافظات الجنوبية ويمارسوا عملهم. أما تقول نعم تمارس عمله هو لقيب لأي أولويات قبل الأمن أستاذ ياسر اليافعي، يعني لا قيمة للإعمار ولا الإغاثة طالما ولا يوجد أمن في المدينة. أتحول بسؤال أخير إلى الدكتور عبد الباري باكر، يعني ما هي رؤيتك المستقبلية للمشهد العام خاصة في عدن، عدن التي تمثل العاصمة المؤقتة للبلاد والتي من خلالها يمكن استعادة الدولة؟ المشهد العام مبشر على كل الأحوال، في هناك تحسن ولو كان بطيء، ولكن هناك مخاوف حقيقية. أنا لدي فقط على عجالة إذا ممكن ثلاثة مخاوف حقيقية تحيط بعدن. الخوف الأول هو صناعة الخلايا الإرهابية، هذه الصناعة وهي مستمرة على قدم وساق، وفي هناك استقطابات وفي هناك ضخ كبير جدا حسب ما نعرف من الأموال واستقطاب عدد كبير من الشباب في عدن، وهذه قنبلة موقوتة وهي خطيرة جدا على المدى المتوسط
القريب كذلك نعم. استقطاب هذه الخلايا. الأمر الثاني هو محاولة من أولئك الذين يحاولون تجريف الوعي وطمس الهوية الوطنية والتخلي عن اليمنية. نعم أشكرك. وجعلوا كثير من الشباب معذرة في حالة توهان، وهذا وانحرفوا من مسألة إلى مسألة الصراعات السياسية بعيدا عن القضايا الوطنية أو القضايا القومية. الأمر الآخر هو نعم. الخوف أن يتحول التحالف، نظرة التحالف من مسألة أو يروا شيئين، إدارة الفوضى أو فوضى الإدارة، ويضعون أمام خيار إما إدارة الفوضى وإما فوضى الإدارة. نعم إذن إدارة الفوضى أو فوضى الإدارة. اسمح لي أن نختم بهذه العبارة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الباري باكر المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من موسكو. كما أشكر جزيل الشكر الصحفي ياسر اليافعي الصحفي، كنت معنا أيضا من عدن. كما أشكر جزيل الشكر الشيخ هاني اليزيدي مدير مديرة البريقة الذي انضم إلينا عبر الهاتف من عدن. كما نعتذر لكم أعزائنا المشاهدين لعدم تمكننا من التواصل مع العميد محسن خسروف لأسباب فنية. أشكركم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر، ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج. ألقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد. في أمان الله.